السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل مستعينين بالله عز وجل بقية مباحث علم أصول الفقه، وهو المتمثل في كتاب الورقات في شرح في أصول الفقه. وإن شاء الله تبارك وتعالى من اللقاء القادم سآتيكم بما بنص الورقات والشرح في ورقات كده نصورها وتوزع عليكم إن شاء الله، تبقى أخف وطئا من الكتاب. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الأحكام التكليفية بأنواعها الخمس، وقلنا أن المصنف صاحب الورقات ذكر أن الأحكام التكليفية سبع، وقلنا أن هذا على خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. وقلنا أن الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وتكلمنا عن كل واحد بشيء من التفصيل. والذي يهمنا ونذكركم به هو الحالات التي يترك فيها المكلف الحرام، الحالات التي يترك فيها المكلف الحرام. كم حالة؟ أربع حالات، واحدة منهم لا يؤجر على ترك الحرام، وواحدة يؤجر، واثنتين يأثم. أما التي يؤجر فهو إنسان ما فكر ولا جال على خاطره قط مسألة التعامل بالربا أو شرب الخمر أو أي شيء محرم، ما تكلم فيه ولا جال في خاطره أبدا، فهذا تركه. ولكن هل يؤجر على هذا الترك؟ الجواب إيه؟ ها، يؤجر ولا لا يؤجر؟ لا يؤجر. طيب، آخر جال على خاطره ولكنه تركه لله عز وجل، يؤجر. الحالة الثالثة تمنى أن يفعل المحرم، تمنى فقط، أي بقلبه. يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهما في الوزر سواء، حديث أبي كبشة الأماري. نعم، ما أسمع، أعد. يسأل هنا ويقول: أليس هناك تعارض بين ما نقوله الآن، وهو أن الإنسان تمنى فعل المحرم، تمنى إيه؟ لحظة واحدة، تمنى إيه فعل المحرم اللي بنقوله؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل لم يؤتيه الله عز وجل مالا ولا علما فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل إيه ما عمل. فهما في الوزر سواء، ده تمنى. وخواتيم سورة البقرة قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات. وثبت في مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. ليس هناك تعارض، لأن خواتيم سورة البقرة تتكلم عن مسألة حديث النفس، لأن احنا قلنا قبل ذلك في الخاطر وفي الهاجس وحديث النفس وفي الهم وفي العزم. أي حالة يفعلها الإنسان لازم تمر بالمراحل الخمس، لازم. يبقى الخاطر والهاجس وحديث النفس الله عز وجل لا يحاسب العبد عليه، وهذا من رحمته عز وجل. أما بالنسبة للهم والعزم فيكون فيها الحساب. وقلنا إن الهم خلاص يأتيه الخاطر من الخير أو الشر، ويرجح أحد الأمرين على الآخر، ولكنه لم يعمل، برحمته عز وجل يحاسبه ربنا عز وجل على الحسنة ولا يحاسبه على السيء. أما العزم فدي مرحلة تانية بعد الهم، وهو أنه أراد أن يفعل وحال بينه وبين الفعل أمر خارجي، اللي هي قلنا اللي هي الحالة الرابعة في ترك المحرم، أن يسعى في فعل المحرم ولكنه يعجز. وضربت لكم مثال: رايح يسرق لسه بيطلع السلم جات له جلطة راح فيها، خلاص يؤجر، يأثم، لأنه سعى في العمل وعجز.
وقلنا الدليل على كل هذا رواية البخاري، قال فيها ربنا عز وجل: فإنما تركها من جرائي أو من أجلي. فلا بد أن يكون الترك خشية لله عز وجل. نعم. ما احنا قلنا ده كله في مرحلة ايه؟ الخاطر والهاجس وحديث النفس. وصلنا للهم والعزم، يبدأ المؤاخذة. لا، بس هو هم في قلبه، طالما وصل لمرحلة الهم وهيفعل خلاص. نكمل ان شاء الله. قلنا سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية، وسبق وقسمت الأحكام إلى أحكام وضعية وأحكام إيه؟ تكليفية. تكلمنا عن الحكم التكليفي في اللقاء الماضي، وقلنا أنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الطلب أو التخيير. ده تعرفه عند الأصوليين. أما عند الفقهاء هو الأثر المترتب على خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين كالوجوب وكالحرمة إلى غير ذلك. الأحكام الوضعية بقى، تعريف الحكم الوضعي، قال: هو ما جعله الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ما جعله الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. كتبتهم ولا مكتبهم؟ طيب، ما جعله الشارع خرج منه كل أي إنسان. والمعني بالشارع هنا مين؟ الحق سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم. ما جعله الشارع من أمارات، أمارات يعني علامات، يعني هي عبارة عن أشياء معينة جعلها الشارع أمارات أي علامات. علامات لإيه؟ لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. وهيبقى أمثلة وهيتضح الأمر. يبقى ما جعله الشارع خرج منه كل أحد غير الشارع من أمارات أي علامات. العلامات دي جعلها الشارع ليه؟ لأربع احتمالات: ثبوت أو انتفاء، نفوذ أو إيه؟ أو إلغاء. يعني مثلا ربنا عز وجل جعل الزواج، ثبوت الإرث أو ثبوت النسب. يبقى مسألة الزواج ده هي جعلها الشارع أمارة أي علامة لثبوت. ثبوت إيه بقى؟ الإرث. يعني مثلا محمد تزوج بفاطمة زواجا شرعيا صحيحا. قبل أن يتزوج محمد فاطمة، لو أن محمدا مات لا ترث منه فاطمة شيء، والعكس بالعكس، لو أن فاطمة ماتت ما يرث منها محمد شيء. فلما حدث الزواج يبقى دي ايه؟ جعلها ربنا عز وجل أمارة أي علامة. بعد الزواج مات أحد الطرفين يرثه الآخر. طيب، ما الذي تسبب في الإرث؟ اللي هي الايه؟ الزواج. أمارة اللي هي علامة. يبقى ما جعله الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء. يبقى ثبوت الإرث، ثبوت النسب، انتفاء. يعني مثلا، وده هينا برضو بالتفصيل حالا، القتل، رجل قتل رجلا وبينهما سبب للإرث، فالقتل دهوت الشارع جعله أمارة على انتفاء الإرث، ما ينفعش يورث. يبقى لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. النفوذ أو الإلغاء والصحة والفساد هذا متعلق بالمعاملات والعبادات. يبقى إذا وقع العقد صحيحا بالشرع نقول إن العقد نافذ.
نفذ يعني ايه؟ يعني ما يترتب على حدوث العقد ينفذ. فعندنا مثلا البيع، رجل باع الى رجل اخر شيء، البيع صحيح؟ ايوه صحيح. نقول ينفذ. ينفذ يعني ايه؟ لوازم البيع، يبقى الملكية تنتقل من البائع الى المشتري. هذه معنى كلمة ايه؟ نفوذ او ايه؟ او الغاء. بيع باطل، ما يترتب على البيع من لوازم لا تنفذ، يعني ملغاه. واضح يا اخواننا ديت؟ يبقى الحكم الوضعي تاني هو ما جعله الشارع من امارات لثبوت او ايه؟ او انتفاء او نفوذ او ايه؟ او الغاء. وتنقسم الاحكام الوضعية الى خمسة اقسام. اول حاجة المانع، وبعد ذلك الشرط، وبعد ذلك السبب، بعد ذلك الصحة، بعد ذلك الفساد. زي الأحكام هي تكلفية، تكلفية خمسة والوضعية برضو خمسة. يبقى حكم وضعي خمسة أنواع: السبب، وبعد ذلك الشرط، اول حاجه المانع، وبعد ذلك الشرط، وبعد ذلك السبب، وبعد ذلك الصحه، وبعد ذلك ايه؟ الفساد. طيب اول حاجه المانع، لغه هو الحائل الذي يمنع من حصول الشيء. لغه هو الحائل الذي يمنع من حصول الشيء. طيب اصطلاحا، والاصطلاح ده هو اللي يهمنا، اصطلاحا قال عنه اهل الاصول: هو ما يلزم من وجوده العدم. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. معنى كلمة هو الذي يلزم من وجوده العدم، هنا معناها الذي يلزم من وجوده العدم. يعني أمارة معينة الشارع دعا لها، إن وجدت هذه الأمارة وجودها يؤدي إلى عدم وجود شيء آخر. أدي معنى كلمة يلزم من وجوده العدم، يعني الشيء ده موجود يبقى الشيء التاني ده يستحيل أن يوجد. طيب إن وجد يقع باطلا ولا تترتب عليه آثار. أدي معنى كلمة يلزم من وجوده العدم. المثال اللي بنذكره صلاة التطوع بدون سبب في أوقات النهي المحددة. صلاة التطوع بدون سبب اللي هي ليست من ذوات الأسباب، أراد العبد أن يصليها ولكن في الأوقات الذي نهى عنها الشارع. حديث مسلم، حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حينما تشرق الشمس وعند تنتصف في كبد السماء، وحينما تتضيف الشمس للغروب. فأراد مسلم أن يصلي في هذا الوقت المنهي عنه. بنقول هنا فيه مانع. ايه المنع ده؟ الوقت المنع ده الشارع جعله أمارة أو علامة، اللي هو الوقت النهي. فلما وجد وقت النهي كما قال التعريف يلزم من وجوده العدم، يعني ما ينفعش صلاة في هذا الوقت، منع الشارع من وجودها. يبقى يلزم من وجوده ايه؟ العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يعني احنا لسنا في اوقات النهي،
طيب طالما انا في اوقات النهي، هل يلزم من عدم وجود اوقات النهي يبقى لازم توجد صلاة النافلة؟ لا. طب تنعدم؟ برضو لا. يبقى في مسألة المانع المعول عليه ايه؟ وجود المانع. طالما ان المانع وجد يبقى الشيء الذي ينبغي ان يترتب على عدم وجود المانع لا يترتب. ها واضحة ولا اضرب مثال تاني؟ زي مسألة الحل بين الرجل والمرأة. الحل يعني يفضي بعضهم الى بعض، سببها ايه؟ الزواج، مظبوط. طيب طلق الرجل، هل يرجع الامور كما كانت ولا ما ترجعش؟ يبقى ايه اللي جعل الامور ترجع الى التحريم؟ اللي هو موجود ايه؟ وجود الطلاق. يبقى يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ده النوع الاول من الاحكام الوضعية وهو المانع. النوع الثاني وهو الشرط، ان المانع والشرط والسبب. الشرط لغة هو العلامة. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. تعريف في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدمه ايه؟ العدم. يبقى عكس ايه؟ عكس المانع. المانع يلزم من وجوده ايه؟ العدم. يعني المانع وجد يترتب عليه العدم. الشرط يلزم منين؟ ها؟ من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. ولا يلزم من وجوده الوجود، ولكن إذا عدم الشرط عدم الأمر المترتب عليه. طيب وجد الشرط لا يلزم أن يوجد الشيء. وبعدين بارك أخوانا المثال اللي بنقوله على طول اللي هو الوضوء شرط للصلاة. الوضوء شرط للصلاة. طيب يبقى عدم الوضوء الصلاة تنفع ما تنفعش؟ ما تنفعش. هذا معنى من كلمة يلزم من عدمه العدم. يبقى ما فيش وضوء يبقى ما فيش صلاة. طبعا احنا بنتكلم عن الحالات العامة، اما ذوي الاعذار او عدم الاستطاعة دي مسائل ما بتندرجش تحت القواعد العامة. واضح يا اخوانا؟ يبقى الشرط يلزم من عدمه ايه؟ العدم. طيب ولا يلزم من وجوده الوجود. يبقى الإنسان لكي يصلي لزاما عليه أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة: لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا هو أحدث حتى يتوضأ. يبقى لازم أتوضأ عشان إيه؟ أصلي. إن عدم الوضوء يبقى حتما تنعدم إيه؟ الصلاة. طيب هب أنني توضأت، يلزم من الوضوء أن أصلي؟ لا. واحنا بنتكلم معنى كلمة يلزم أي على سبيل الحتم والإلزام. أما بقى تقول ركعتي سنة الوضوء دي ما لناش دعوة بها، نتكلم عن اللوازم، يعني إلا ما يفعلها العبد يؤاخذ. واضحة يا إخوانا ديت؟ يبقى الشرط تاني ما يلزم من وجوده إيه؟ يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده إيه؟ الوجود. نريد أن نفرق بين الشرط وبين الركن. بين الشرط وبين الركن. تعرف الشرط تاني يلزم منين؟ ها؟ من عدمه ايه؟ العدم، وكذلك الركن. الركن بالضبط. اذا عدم الركن انعدم العمل. معنى كلمة عدم العمل يعني ايه؟ بطل العمل. بطل ايه؟ العمل. طب ما احنا خليهم بقى واحد، يبقى الشرط هو الركن. قالك لا، فرق كبير، وده هيجينا في القواعد بعد كده. قالوا ان الشرط خارج عن ماهية العمل.
وعن أصله. أما الركن داخل في العمل، في العمل نفسه، يبقى بنقول إن الوضوء بره الصلاة خالص. أما الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والقيام بعد الركوع، كل هذا إيه؟ تعتبر إيه؟ أركان داخلة فين؟ ها؟ في قلب العمل نفسه، داخلة في قلب العمل نفسه. يبقى الشرط خارج عن ماهية العمل أو عن مسمى العمل، والركن داخل فين؟ داخل في نفسه، في نفس العمل. واضح يا اخوانا الشرط كده؟ طيب الامر الثالث وهو السبب. السبب تعريفه ما جعله الشارع، لا ده اصطلاحا على طول، اصله تعريفين في الاصطلاح. يبقى السبب كتبت ايه؟ طب معلش كلمتين قبلها كده، هو امر ظاهر منضبط. امر ظاهر منضبط دعا له الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. هو ايه مسببه؟ التعريف ده هو تقريبا كده هو نفس تعريف العلة تقريبا، ولكن في فرق بين السبب والعلة. الكلام ده خارج المبحث بتاعنا خالص، ولكن المعلوم عرف ايه الفرق بين السبب والعلة. ركزوا في الجزئيه دي قوي. قال لك السبب علامة على حكم شرعي، امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. طب والعلة؟ امر ظاهر منضبط بني عليه الحكم الشرعي. امر ظاهر منضبط ايه؟ بني عليه ايه؟ الحكم الشرعي. طيب بني عليه يعني هو سبب في الحكم الشرعي، ما هي بنفس السبب. قال لك في فرق دقيق جدا بين الاثنين. ايه هو؟ قالوا لو ان الشيء الذي بني عليه الحكم الشرعي ادركنا مناسبته للحكم الشرعي هنسميه علة، لم ندرك مناسبته هنسميه سبب. تاني، طب اضرب لك مثال. لما احنا نقول مثلا علة الوصاية على القاصر، ليه خلينا واحد يكون وصي على واحد صغير؟ عشان يعني يصون ماله ويقومه كويس. يبقى بنقول ان الصغر علة للوصاية، مظبوط كده؟ الصغر ايه؟ ها، علة للوصاية. وممكن نقول الصغر سبب للوصايا، تمشي. بس احنا ادركنا ايه المناسبة بين الوصايا وبين الصغر ولا ما ادركناهاش؟ ها، ادركناها ولا لا؟ ادركناها. عشان ده عيل صغير مش عارف مصلحة نفسه، فلازم يجيب له واحد كبير يقوم. يبقى بنقول الصغر علة للوصايا او الصغر سبب للوصايا، ادركنا مناسبتها للايه؟ للحكم، فهنسميها علة خلاص، ونسميها سبب في نفس الوقت. طيب تعالى كده، قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فجعل ربنا عز وجل دلوك الشمس سبب للصلاة، صح؟ سبب الليل للصلاة. هل احنا أدركنا المناسبة بين الدلوك وبين وجوب الصلاة؟ عرفنا ذلك مناسبتها؟ ما فيش. يبقى نسميها ايه؟ ها، سبب. نسميها ايه؟ سبب. يبقى نقول ايه؟ كل علة سبب وليس كل سبب علة. كل علة ايه؟ سبب. يبقى العلة احنا ادركنا ايه مناسبتها للحكم الشرعي، ولكن في اشياء تانية هي الحكم الشرعي بني عليه بس مش عارفين ايه المناسبة بينه وبين الحكم، لا ندري. ما هي العلة؟ اننا اذا رأينا ليلة الهلال
في اول يوم في اخر ليله من شعبان بنصوم دخول رمضان. طب وشمعنا رمضان يعني ما اي شهر تاني؟ يبقى هنا ما ادركناش المناسبه، يبقى نسميها ايه، سبب ولا عله؟ سبب. لما ندرك المناسبه نسميها ايه؟ عله. واضح يا اخواننا ديت؟ يبقى بنعرف السبب تاني عند علماء الاصول، قال هو امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامه على حكم شرعي هو مسببه. التعريف التاني السهل بقى، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يلزم ايه؟ من وجوده الوجود ومن عدمه ايه؟ العدم. كم حاجه دلوقتي خدناهم؟ ثلاث. الثلاثه دول بقى المطلوب منك كالاتي عشان تحفظهم وما يطلعوش من دماغك خالص، ورقه عريضه وتكتب المانع، بعد كده ايه؟ الشرط، بعد كده ايه؟ السبب، وتكتبهم تحت بعضهم جنب بعض وتبص لهم. يبقى المانع تاني، يلزم من وجوده ايه؟ العدم. الشرط يلزم من ايه؟ من عدمه العدم. السبب من عدمه ايه؟ العدم، ويلزم من وجوده ايه؟ الوجود. التلاتة تحطهم جنب بعضهم وتنظر فيهم بدقة حتى يرسخوا في ذهنك. تعال نرجع للسبب تاني كده. ينقسم السبب لا على السبب تاني كده نقراها مع بعضنا. ها، امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامه على حكم هو. هو ده عايد على ايه؟ على السبب، مظبوط. هو مسببه. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب الاسباب التي جعلها الشارع علامه على الاحكام الشرعيه قسمها العلماء باعتبارات معينه. الاعتبار الأول باعتبار الحكم المترتب عليه، حكم تكليفي. تكليفي اللي هو ايه؟ تكليف العباد به، زي بالضبط كده مسألة البلوغ. الشارع جعلها علامة على جريان ايه؟ جريان القلم، البلوغ. وكذلك كتبت ولا ما كتبتوش؟ البلوغ ده سبب ولا مش سبب؟ سبب. جعله الشارع علامة على جريان ايه؟ القلم. يبقى اصبح العبد ايه؟ مكلف. وكذلك دلوك الشمس، وكذلك مثلا غروب الشمس، وكذلك دخول رمضان الى غير ذلك. يبقى ديت اسباب جعلها الشارع علامة على حكم ايه؟ تكليفي، على حكم تكليفي. وأيضا من جملة الأسباب جعلها الشارع لحل شيء أو إزالة شيء أو نفوذ شيء أو إلغاء شيء. تاني، يبقى السبب هيبقى علامة على إيه؟ حل شيء أو انتفاء شيء أو إثبات شيء أو إزالة شيء. وده واضح في البيع والشراء وفي النكاح. في النكاح لما نقول الزواج جعله ربنا عز وجل علامة على على حل إيه؟ ما كان محرما من النظر ومن التمتع ومن المصافحة إلى غير ذلك. يبقى لولا ان النكاح اللي هو الزواج تم ما استطعنا ان نحل هذه الاشياء. يبقى النكاح سبب علامه جعلها الشارع على ايه؟ ثبوت الحل او ازاله الحرمه. ما هو لو ثبت شيء سيزال شيء اخر. كذلك في البيع والشراء، تم البيع بين فلان وفلان، لوازم البيع ايه؟ ازاله شيء وثبوت شيء، اي ازاله الملكيه من البائع وثبوتها لمين؟ للمشتري. طيب الطلاق برضه هيبقى ايه؟ ازاله شيء وثبوت ايه؟ شيء اخر. ازاله الحل وثبوت ايه؟ الحر. ده بالنسبه للسبب. وينقسم السبب ايضا باعتبار قدره العبد عليه وعدم قدرته عليه. قدره العبد عليه وعدم قدرته عليه. سبب في مقدور العبد ويقوم به العبد،
وسبب في غير مقدور العبد. تاني السبب بينقسم باعتبارات معينة. الاعتبار اللي بنتكلم عنه دلوقتي، هل السبب ده في قدرة العبد ولا مش في قدرة العبد؟ قال لك في نوعين من الأسباب، سبب في مقدور العبد يعني يقدر العبد يعمله، وفي نفس الوقت الشارع هو الذي جعله علامة على حكم شرعي بس العبد يقدر يعمله. وفيه سبب آخر برضو جعله الشارع علامة على حكم شرعي ولكن ليس في مقدور العبد. واضحة عشان يبقى امثلة ولا مش واضحة؟ يبقى سبب انت تقدر تعمله وانا اقدر اعمله، وسبب اخر ليس في مقدوري ولا في مقدورك. طيب وفي كلا السببين يترتب الحكم الشرعي. فمثلا الحق تبارك وتعالى جعل القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص. واحد قتل واحد ومتعمد، خلاص هنجيب رقبتك. طيب هو لما قتل والقتل ده جعله ربنا عز وجل سبب، القتل اللي فعله ده في مقدوره ولا مش مقدوره؟ في مقدوره. يبقى في مقدور العبد، يبقى في اسباب في مقدور العبد ان يفعلها وفي اسباب ليس في مقدور العبد ان يفعلها. زي البلوغ في مقدورك، الحيض واحده ما تحد مزاجها سار، ومع ذلك الشارع جعلها ايه؟ سبب. خدوا بالكم بقى علشان تعرف ترد على المبتدعة من ناحية الأصول. تاني تعريف السبب، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو ايه؟ مسببه. وقلنا السبب يمكن بيكون الحكم الشرعي ايه؟ أمر تكليفي يعني عبادة باتفاق أهل الأرض، مش أهل العلم، أهل الأرض، أن كل عبادة جعل الشارع لها سببا، هذا الذي جعله الشارع سبب من اختصاص المشرع وليس لأحد الرعية، ما ينفعش. يبقى الشارع سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هذا سبب لهذه العبادة وذاك لتلك العبادة، وممكن يلغي الأسباب. يبقى أنا لا يحل لي شرعا أن أحدث عبادة وأبنيها على سبب لم يأذن لي فيه المشرع. يبقى من أجل كده تتيقن على طول اللي بيحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بنيت الاحتفاء على إيه؟ سبب. إيه هو السبب؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، جبتها منين؟ وهكذا بقى في كل الاحتفالات البدعية. يبقى الأسباب اللي جعلها رب البرية علامة على أحكام شرعية ده خاص بالتشريع، كما قال المولى عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كل من أحدث عبادة بسبب لم يأذن له فيه الشارع فقد ضد الله في حكم، يعني بدون حتى أي أدلة شرعية أنت بنيت العبادة على إيه؟ سبب. من الذي أذن لك أن تبني هذه العبادة على ذلك السبب؟ جبته منين؟ وإلا بقى أصبح يبقى الأمر مفتوح، كل إنسان يحدث سبب سواء في مقدوره أو في غير مقدوره ويعمل عليه عبادة، زي احتفالات بعيد النيروز، وكل يوم والتاني نطلع بقى نشرع، يبقى كده ايه؟ انفرط العقد ولم يعد هناك اصل للتشريع. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ طيب يبقى السبب امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامه على حكم هو مسبب. يبقى في اسباب في مقدور العبد وفي اسباب في غير ايه؟ مقدور العبد. خليكم معايا في اللي جاي. اذا ولد السبب، ركز بقى، وجد ايه؟ السبب وتحققت الشروط وانتفت الموانع، ثبت الحكم الشرعي الذي علق على السبب وإن لم يرده من فعله. تاني يبقى عندنا ايه؟ ها؟ السبب موجود والشروط ايه؟ موجود والموانع ايه؟ منتفي. يبقى حصل السبب وحصلت الشروط والموانع منتفي، الحكم الشرعي يحدث وحتى لو لم يرد من أتى بالسبب. أضرب لك مثال، رجل تزوج، الزواج سبب جعله الشارع على حكم شرعي هو إيه؟ مسببه، اللي هو الحل
اللي كان ايه محرم قبل كده. وايضا من اللوازم المترتبه على الزواج كونه سبب اصبح الراجل ممكن يطلق، صح ولا مش صح؟ هل ينفع انا اطلق مراتك؟ ينفعش، واخد بالك؟ ولا انت تنفع تطلق مراتي. وبالمناسبه فيه كده لغز بيقولوا ايه، رجل طلق 5 نسوة في وقت واحد، كيف تم ذلك؟ هي طرفة يعني كده. انا اقول لك يا سيدي اللي حصل كده، رجل تزوج ب4 نسوة، كان في الشغل متعلق، رجع البيت لهم مسكين في بعض الاربعة، واخد بالك؟ فدخل، ايه اللي حصل؟ ما تكلميش. وقال لي الصغري، انت منذ ان اتيت والشر كله من ورائك، اذهبي فانت طالق. فتكلمت واحدة من الثلاثة، قالت له اتق الله، والله ما فعلت شيء، قال الحقي بها فأنت طالق. قامت الثالثة قال ظلمتهن، الكبرى هي التي سبب، قال وتردين علي فأنت طالق. فقالت الرابعة لم يبق إلا أنا ولا أستطيع أن أعاشرك، قال الحقي بهن فأنت طالق. فنظرت امرأة الجار من عال وقالت أيها الرجل تطلقهن في وقت واحد وتكسر بخاطرهن؟ فقال وأنت طالق إن أذن لي زوجك. فنظر زوجها وقال أذنت لك. كويس، طلعهم الخمسه راحت معايا يا اخوانا. طيب يبقى بنقول هنا الزواج موجود والرجل قال لها انت طالق مره اولى، يبقى هنا السبب موجود، كويس، والشرط موجود والموانع مش موجوده. يعني الرجل له مجنون ولا مكره، بيثبت له الحكم المترتب على السبب وان لم يقبل والا وان رفض، اللي هو ايه؟ له حق الرجعة شاء ام ابى. مش واضح ولا وضحت؟ تاني، ده الامر الجزئية ديت في منتهى الاهمية، لان العلماء بيقولوا ايه؟ ان الحكم الشرعي المترتب على سبب لا يتخلف عن سببه قط ابدا، حتى ولو لم يرد الرجل او المكلف. فاحنا بنقول كده، رجل طلق امرأته طلقة اولى بائنة، طلقة رجعية، لما مجرد ان يقول لها انت طالق ثبت له حق ايه؟ الرجعة. فلو انه قال ساطلق وليس لي حق الرجعة نقول له كلامك مرفوض، لان الحكم الشرعي يلحق بسببه لازم ولا بد. يبقى ما ينفعش يقول لا انا هطلق وماليش حق الرجعة. زي بالظبط واحد سافر في نهار رمضان، نقول له الشرع او المشرع اذن لك في الفطر، يقول لك لا ما انش هفطر. في فرق بقى، انت مش تفطر لانك تركت الرخصة وعندك عزيمة وقوة وتجد القوة على الصوم في السفر، الله يعينك. وهناك فرق بين ان تسقط هذا الحكم، ما ينفعش. واضح ولا مش واضح؟ يبقى عندنا السبب والمسبب بتاعه، اي الحكم المرهون على ايه؟ على سبب. واضح يا اخوانا جزئية الحكم المعلق على سبب يرتبط بسببه وان لم يرد المكلف، رغبته ما لهاش دعوه عندنا ولا تلزمنا بحاجه. طيب قال العلماء وقد تحدث الاسباب وتتحقق الشروط ولا ينطبق الحكم المعلق على السبب. يبقى عندنا الشرط موجود اللي هي بداية العمل، والسبب موجود، والراجل موجود اللي هيعمل. طيب الحكم ما ينطبقش ليه؟ قال لك لوجود المانع. لوجود ايه؟ ها، المانع. فمثلا يجي لك سؤال كده، استوفت الشروط وتحققت الاسباب ومع ذلك لا ينطبق الحكم الشرعي، ما السبب او علل؟ الجواب وجود المانع. وجود ايه؟ ها، المانع. السؤال تاني، تتحقق الاسباب وتتجمع الشروط ولا ينطبق الحكم، علل. الجواب وجود ايه؟ المانع. نريد مثالا، رجل تزوج من امرأة، يبقى الزواج دهوت سبب. سبب لإيه؟ لثبوت الحل وانتفاء الحرمة، صح؟ سبب لثبوت الإرث،
سبب لمشروعية الطلاق، سبب لمشروعية الظهار، سبب لمشروعية الإلاء. أحكام كلها مترتبة على السبب ده. طيب بعد ذلك مات أحد الزوجين، ده اسمه شرط من شروط الإرث، موت المورث ولو حكما. يبقى في موت حكما وموت ايه حقيقي. حكما مش لاقينه خالص، لفنا عليه تحت الارض ما لقاهوش، فرفعنا دعوه في القضاء، حكم القاضي بفقدانه، خلاص ده بيعتبرهم موت ايه حكما، وتترتب عليه كل الاحكام. يبقى مات احد الزوجين، نقول الموت شرط من شروط صحه ايه الارث. حياه المورث ولو للحظه واحده بعد موت حياه الوارث، ولو للحظة واحدة بعد موت المورث. يعني محمد متجوز فاطمة، فاطمة ماتت، تحقق موتها، محمد عاش بعدها 5 ثواني. شوف يبقى نقول ايه حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة واحدة. يبقى هنا اصبحت اسمها ايه شروط من شروط ايه الارث. طب سبب الارث ايه النكاح. سبب الارث يا اخوانا ايه النكاح. طب يا عم يلا ادوا الراجل حقه، فاطمه ملهاش عيال يبقى له ايه النصف، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. قال لك لا مش هنديله، ليه؟ هو اللي قتلها. كويس. يبقى نقول هنا ايه القتل، ها اللي هو ايه مانع لايه لحدوث ايه الحكم اللي هو ايه الميراث. يبقى الشروط اتجمعت، خدوا بالكم الشروط ايه اتجمعت، ها والاسباب ايه تحققت، عايزين نطبق الحكم مش هنطبقه. ليه؟ في مانع عندنا. تعرف المانع تاني يلزم من وجوده ايه العدم، يعني ينعدم الحكم الشرعي الذي يترتب على وجود السبب وتجميع الشروط نظرا لوجود ايه المانع. طيب قتل سعيد سعدا عمد عدوان تربص به وقطع عنقه، يبقى هنا نقول قتل العمد العدوان سبب لايه للقصاص، سبب لايه للقصاص. طيب سعيد دهوت استوفت عليه شروط التكليف، عاقل بالغ غير مكره، دي يا اخوانا الشروط اللي يبقى عندنا إيه؟ السبب موجود والشروط ايه موجود، ومش كده وبس، والحدود تقام والناس في سعادة بالغة. طب يلا يا عم هاتوا وعشموا جاهز. قال لك لا، ليه؟ أصل سعيد أبو سعد. سعيد أبو مين؟ أبو سعد أبو، فأصبح هنا مانع. إيه هو المانع؟ الأبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد، لا يقاد للولد من أبيه. واضح يا اخوانا الأحكام ديت ولا مش مفهومة؟ يبقى عندنا علشان بقى الحكم ينطبق كله على بعضه لازم عندنا 3 حاجات: انتفاء الموانع، ها، واستفاء الشروط، وتحقيق الأسباب. ما انتفاء الموانع الأول، المانع مش موجود عشان ينطبق الحكم الشرعي، بعد ذلك الشروط لازم تكون موجود، بعد ذلك السبب يكون موجود. ودايما دي تسمعها كتير جدا عندما مثلا نريد ان نقيم الحدة او نتكلم، يقول لك استفاء الشروط وانتفاء الموانع. الكلمة دي تسمعها كتير قوي، استفاء الشروط وانتفاء ايه الموانع. يبقى لابد ان المانع ينتفي لكي اطبق الحكم الشرعي على الرجل. واضحة يا اخوانا جزئية ولا مش واضحة؟ طيب يبقى ده اسمه المانع، وبعد ذلك ايه الشرط، وبعد ذلك ايه السبب. لكي ينطبق الحكم الشرعي لازم يكون 3 مستوفيين، اختل واحد من 3 سيختل الحكم الشرعي. واضحه يا اخوانا جزء ولا مش واضحه؟ ها حد عنده سؤال؟ اتفضل. ها فين طلع ضغوط ازاي ان هي تطلق نفسها؟ طبعا الكلام ده مبدا مرفوض، لأن الله عز وجل جعل الطلاق بيد الزوج. بيد الزوج يعني إيه؟ يعني عشان تحدث
مسألة انفكاك الزوجية لازم الزوج اللي يتكلم ويقول طلقتك. متى تكون صلاحية للمرأة؟ المشرع أعطاها صلاحية أن تطلب الخلع. تطلب الخلع يعني إيه؟ تقول خلعتك؟ أبدا. طب لو قالت خلعتك والزوج سكت ما ردش، هل عقدة الزوجية تنفك؟ لا تنفك، لابد أن يقول لها إيه؟ ها؟ يقول لها أنت إيه؟ أنت طالق. يبقى حتى لو هي طلبت انفصال المعيشة وطلبت الخلع لابد أن الزوج يطلق، لازم الزوج يطلق. ففي كلا الحالات سواء الطلاق منه هو ابتداء هو الذي يطلق، سواء هي التي طلبت أن تختلع لازم هو برضو اللي يطلق. الحالة الواحدة الذي يسلب منه هذا الحق إذا كما قال ربنا عز وجل في التنزيل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. خلاص احتكموا إلى القاضي والقاضي رأى بما عنده من حجج ومن براهين ومن شواهد أن الرجل ده لازم يطلق. قال له مش مطلق يا سعادة الرئيس. قال له لا، زوجتك طالق منك. خلاص هذا الطلاق يسري ولا حرج فيه. أيضا طلاق المولي إن لم يفيق، المولي للذين يقولون من نسائهم تربصوا ايه 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفر، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الـ4 أشهر عدوا ورسوا 1000 سيف، لا أنا راجع ولا أنا مطلق. قال لك لا مش على كيفك، في هذه الحالة يجبر ويكره على الطلاق. يجبر ويكره على الطلاق يعني ايه؟ هنطلق ولا نكسر دماغك؟ لا مش مطلق خلاص، ولا نكسر دماغك ولا حاجة، حكم محكمة طلقت منه. يبقى في كلا الحالات هل يجوز للزوجة تقول لزوجها طلقتك يا حاج محمد؟ ما ينفعش بأي حال من الأحوال، ما ينفعش. واضح يا اخواننا الأمور تاتا والعيدها تاني. الحكم الوضعي هو ما جعله الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. وكم نوع هو الحكم الوضعي؟ 5، اللي هي إيه؟ المانع والشرط والسبب والصحة والفساد. نكتفي بهذا القدر حتى لا ينسى. نعم. ها؟ هل يجوز أن تشترط العصمة؟ إزاي عن شرط العصمة ده؟ هذا شرط باطل لا يعمل به مطلقا يا إخوان. يعني مثلا لما، والحديث ده في مسلم، في واحدة اسمها بريرة كانت جارية، فكاتبت أسيادها على 9 أواقم من الفضة، فذهبت بريرة إلى عائشة تستعين بالله ثم بها على مكاتبته. قالت لها بس إيه، شوف لي قرشين عشان أتخلص من الرق اللي أنا فيه ده. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إن شئت أعدهم لك عدا، أعد لك 9 أواقات على أن يكون ولاؤك لي. والولاء يا أخوانا نوع من أنواع أو سبب من أسباب الإرث. فبريرة راحت قالت لهم: انا جايب لكم 9 أواق دلوقتي اهوت، بس الولاء بتاعي كل عائشه رضي الله عنها. قالوا لها: لا، هو ولائك لنا، تيجي عائشه تدفع، اي حد يدفع ولاؤك لنا. فبلغ الامر للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وحمد الله واثنى بما هو اهله وقال: ما بال اقوام يشترطون شروطا ها ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. كتاب الله احق وشرط الله أولى، إنما الولاء لمن أعتق. لا تأخذ العصمة ماشي، مش مشكلة خالص. يعني لو هو ادالها العصمة طبعا شرط باطل، ولكن هل يعتبر النكاح باطل؟ لا، النكاح مش باطل طبعا، لأن شروط النكاح غديت. زي مثلا ايه، واحدة اشترطت على واحد: انا هتجوزك وكل حاجة، بس شرطي ما تتجوزش علي. شرط باطل، لان هذا شرط يضاد احكام الشريعة، ما ينفعش. ولكن النكاح صحيح، لان عندنا شروط متعلقة بذات العقد وشروط مكملة للعقد. اللي بيهمنا الشروط اللي هي ايه، متعلقة ايه بذات العقد، اللي هو الولي والراجل اللي هيتجوز والشهود وشوية الكراكيب اللي هو صداق. انتفى واحد من دولة النكاح باطل. اما شروط تانية ده ما لا تؤثر ولا تعكر صفو صحة العقد. واضح يا اخوان هذا كان؟ نعم.
ايه الفرق بين تمام الصلاة وتمام إقام الصلاة؟ يعني مثلا هل لو أن الصف معوج الصلاة باطلة؟ الجواب لا، ولكن مع ثبوت الإثم. واضحة؟ في إخواننا معانا أربع كتب تقريبا، بعض أهل الخير الله يجزاه بالخير يعني صدقة جارية، اللي هو كتاب الحكم غير ما أنزل الله، ولا تجادلهم بالتي أحسن، وجوب الأخذ بأحاديث الأحد في العقيدة، وال ها والحي ده وانصار المذهب السلفي. الشرط اللي اشترطته على نفسي ووفيت به. فين بقى الإجابة عن الأسئلة؟ مفيش حاجة جات، كلهم حاجات. كم واحدة يا محمد عندك نعده؟ لا يجاوز اليد الواحدة. فعلى كل أنا أوفيت بما وعدت على نفسي، ونسأل الله أن يعينكم على الوفاء. اللي ما خدش الأربع نسخ ياخدهم إن شاء الله من الأخ محمد جمال، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله